مشاهدينا الكرام متابعينا، بعد نهاية مباراة فريق نخبة غليل الفريق الذي واجه الصفا في هذا المساء واستطاع أن يتخطاه بنتيجة 2-1 وأن يصل إلى دور الأربعة لملاقاة فريق الشباب الربيع الذي بدوره استطاع أن يقصي فريق ميلانو من هذه البطولة أحد المرشحين لنيل اللقب. في هذه اللحظات يسرني ويسعدني أن يكون متواجدا بجانبي الأستاذ جلال دهمش مدرب فريق نخبة غليل. أستاذي نرحب فيك ونقول لك مساء الخير، مبارك لكم الفوز والتأهل إلى دوري الأربعة. الله يبارك فيك. اليوم فريق نخبة غليل استطاع أن نقول ربما استطاع أن يكسب بأقل مجهود، لكن هدف أتى في آخر الدقائق، لو أتى مبكرا لكان أربك حساباتكم. أكيد هذا هدف جاء متأخر، وتعرف الوقت كله ما سامح لهم يعني إنه يضغط على جت على فرصة أخيرة الدقائق الأخيرة، فالحمد لله على كل شيء جاء في النهاية، لكن لو جاء بدري ممكن كنا تلخبطنا شوية زي كذا، ممكن يجي تعادل، ولكن الحمد لله على كل شيء. فريق نخبة غليل يتأهل واصل إلى دور الأربعة وسيلاقي فريق شباب الربيع. مدرب أو رئيس فريق شباب الربيع يعلن التحدي ويقول بأن المباراة سيكسبها فريق شباب الربيع، أنت كمدرب لنخبة غليل ماذا تقول وكيف هي طريقة الرد من قبلك أنت؟ نقول إن شاء الله يعني زي ما هم يعني متفائلين بفريقهم احنا بنتفائل بفريقنا، إن شاء الله بنكسب المباراة. يعني كلنا فريقين ديربي حارة واحدة، وإن شاء الله حنكسب المباراة زي ما هم بيكسبوا، وإحنا أكيد جايين بنكسب المباراة، ما جايين نتفرج فيهم، يعني إن شاء الله نكسب المباراة. طيب أستاذ جلال، أخرجوكم من بطولة المفاجآت وستلاقون بعد أيام قليلة على أرضية هذا الملعب، ماذا ستفعلون أمام فريق شباب الربيع في تلك المباراة؟ ستبحثون عن الثأر أم عن الانتصار؟ أكيد الثأر والانتصار إن شاء الله، يعني الطموح أنا أكبر من كده، يعني جاي المباراة إن شاء الله بكسب، أنا ماني جاي بتفرج على ذا ثأر عيال حارة وديربي، وإن شاء الله نكسب المباراة. إحنا أنا ما أقول إلا إن شاء الله أنا أكسب المباراة، هذا كلام يعني، غير كده أنا ما عندي أي شيء. فريق نخبة غليل من مؤكد أنه يملك سلاح وهو الجمهور. جمهور غليل إلى الآن لم يقف مع الفريق بالصورة المطلوبة، ما هي الكلمة التي توجهها لجماهيركم من هذا المكان؟ أتمنى من جماهيرنا إن شاء الله المباراة الجاية يحضروا وتشوفوا شيء ما قد شفته إن شاء الله من الجماهير، من كل حاجة إن شاء الله، ولأن المباراة يريد الله خير إن شاء الله. إذن الأستاذ جلال دهمش مدرب فريق نخبة غليل، مرة أخرى نبارك لكم أو نجدد لكم المباركة بشأن التأهل والوصول إلى دوري الأربعة، مباراة نتمنى أن تكون حسب الطموحات، ونتمنى كذلك أن تفي بوعودها عندما تواجهون فريق شباب الربيع. شكرا جزيلا لك. عفوا أبوي، الله يبارك فيك.